مساء الخير. مكملين في حلقاتنا عن الأوهام اللي بتسيطر على عقولنا وأفكارنا، وإحنا بنتعامل معاها إنها حقائق وهي مبنية على معتقدات غلط ومعاني مش حقيقية. من الأوهام دي وهم العوض، بنتلخبط في معاني العوض، بنرسم حاجة في بالنا ونلاقي غيرها، بنتفاجئ بإن خير تعمل شر تلقى، بنعاني من أوجاع وابتلاءات ولما تعدي نستنى العوض بعدها وما نلاقيهوش زي ما احنا عايزين، فما نفهمش معنى إيه في إن مع العسر يسرى، فين إن مع العسر يسرى، وإيه المقصود وبشر الصابرين. وحتى العوض اللي رسمينه واتحقق بنلاقيه مع الوقت بقى عادي، فإيه هو العوض وإيه اللي بيحصل؟ قوم سيدنا موسى عاشوا تجربة العوض دي، كانوا قبل إيمانهم متعذبين من فرعون، فلما آمنوا بسيدنا موسى توقعوا شكل العوض إن هما مش هيتأذوا من فرعون، فقالوا لسيدنا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ده كان شعورهم من الإحباط والظلم اللي شافوه قبل إيمانهم وبعد إيمانهم، فكان سؤالهم معناه فين العوض؟ ما احنا تأذينا قبل ما نؤمن وبعد إيماننا. والموضوع ده بيلخبطنا كتير في حياتنا، مش أنا اتقيت ربنا فبديهي عايزين نشوف العوض. مهم نستوعب إن قربنا من ربنا وتقويتك مش هتغير من طبيعة الدنيا، إنها دار ابتلاء، وإن الآخرة هي دار الجزاء، دار العوض الحقيقي عن كل نقص في الدنيا. فقربك من ربنا وتقواك مش هيمنع الابتلاء، لكن هيعمل حاجة مهمة قوي، إنه هيزود حصانتك لاستقبال الابتلاء ده. ولما تزيد حصانتك دي معاييرك وتقييمك لكل حاجة هتختلف، بما فيها نظرتك لمعاني العوض، فهتتفاجئ إنك بتتعوض لكن على منهج ربنا مش على أهوائك ومزاجك. وعلشان حصانتك تزيد ويحصل التغيير ده جواك، فده له خطوات اتكلم عنها سيدنا موسى في كلامه مع قومه. أول حاجة أمرهم بيها كانت أمر بالصبر. قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة بالله والصبر. سيدنا موسى مش فكرة أمرهم بالصبر وخلاص، ده أقنعهم بحاجتين علشان تساعدهم يصبروا، والحاجتين دول مهم قوي نعرفهم ونطبقهم فيساعدونا أننا نقدر نصبر، فتزداد الحصانة الداخلية وتختلف البصيرة عندنا فنقدر نشوف العوض. أول حاجة فيهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وده قانون، إحنا عايشين في ملكوت ربنا، هو بعظمته بيديره بحكمة بالغة ما ندركهاش، فما تشغلش بالك وعقلك بمهام مش مهامك وأسئلة تستحوذ عليك إجابتها مش بالعقل ولا بالتفكير. ليه الظالم متمادي في ظلمه؟ ليه فيهم متحكمين طغاة ورثوا الأرض وحكموها؟ ليه مش بشوف العوض اللي منتظره؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ده ملكوت بتاع ربنا، فمش ده دورنا نستنفذ طاقتنا في الأسئلة دي. دورك ربنا لخصه في نفس الآية في كلمتين، والعاقبة للمتقين. ده المطلوب مننا، إنك تقي نفسك بقوانين الله ومنهج رسول الله، ساعتها الأسئلة اللي شغلاك دي بتهدى لأن قلبك بيطمن بقوانين الله. فالتقوى هي الخطوات العملية اللي هتخليك تنفذ أول أمر وهو الصبر. التقوى يعني بتشغل نفسك بالمجاهدة في كل أفعالك وكلماتك وأفكارك عن الأسئلة والمقارنات اللي هتأذيك ومش هتوصلك لحاجة. تاني حاجة سيدنا موسى قالها لهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وارد ربنا يستخلفك في الأرض ويعوضك بالشكل اللي يرضيك أيا كان شكل العوض، ويخليك تتحط في مكانة عالية، لكن مش لمجرد العوض وتبقى دي النهاية، تكملت الآية فينظر كيف تعملون. برضو العوض ده هيبقى امتحان جديد وسؤال جديد ليك، حكمته تتعرف على حقيقتك وقدراتك وتتعرف على ربنا في كل صوره وتلجأ له وتستعين بكل صفاته. ومش هتستعين بقوة وتتعرف على ربنا بجد غير في المواقف، هتعرف وقتها انت بتتبع فعلا أهوائك ولا بتتبع ربنا، هتثبت ولا لأ، ولما العوض يبقى على طريقتك واللي نفسك فيه هتفتن ولا هتعرف تشكر صح، هيبقى ده العوض الحقيقي ليك ولا هيكون ظاهره خير لكن باطنه شر، العوض ده هيطلع أفضل ما فيك ولا أسوأ ما فيك. أسئلة كتير ما تعرفش تجاوب عليها لأن اللي يعلم حقيقتك وقدراتك وغيبك هو ربنا، يعلم السر وأخفى، فهو أدرى يعوضك بالطريقة الأنسب لتركيبتك اللي تخليك محافظ على منهج اهدنا الصراط المستقيم. لما نستوعب المعاني دي نبدأ ندرك معنى العوض الحقيقي. فكان رد قوم موسى إيه في الموقف ده؟ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الصبر والتسليم هو مفاتيح إنك تقدر تشوف العوض بعين البصيرة، فأي نتيجة ربنا قدرها
تطمنك وتشوف فيها العوض. الكلام ده مش هيحصل بالبساطة دي، محتاج سعي وصلة مستمرة مع ربنا بالتعرف عليه. ساعتها هتتفاجئ بمعاني مختلفة لشكل العوض ده، ومن صوره انك تلاقي نفسك استغنيت. الحاجة اللي اتوجعت قوي علشان فقدتها ومنتظر عوضك فيها، تلاقي نفسك بقيت عادي مش فارقة معاك تيجي او ما تجيش، فانك بطلت تعوزها اصلا ده عوض كبير من ربنا ما بنعرفش نشوفه وقتها. دي اسمها النعم الباطنة، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الخلاصة ما تنتظرش العوض، مش علشان ربنا مش هيعوضك، لا، علشان تعويض ربنا مش مشروط بأحلامك وتوقعاتك واللي نفسك فيه واللي عايزه، مشروط بالخير اللي ربنا أراده ليك واللي انت ما تعرفوش. سيب نفسك علشان تعرف تدرك العوض، لأنه ممكن يكون ربنا عوضك فعلا وانت مش عارف تشوف العوض ده. هنتكلم بالتفصيل عن وهم العوض مع ضيفنا الشيخ دكتور إبراهيم أمين من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، مكملين في سلسله حلقاتنا عن الاوهام اللي بتسيطر علينا، والوهم النهارده وهم العوض. هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله مع ضيفنا الشيخ دكتور ابراهيم امين من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا يا دكتور ابراهيم، منورنا. بارك الله فيكم، ربنا يبارك في حضرتك. نفع الله بكم دائما وابدا، ربنا يجازي حضرتك كل خير. لما نتكلم عن وهم العوض، يعني دايما مسيطر علينا ان فين العوض. نعم، فايه المقصود بالعوض وايه حقيقه معناه؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. مرحبا بكم أستاذة سارة وبالزملاء جميعا والسادة المشاهدين، وأقول لهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا مشكلتي مش مع اللي حصل له حاجة فعايز عوض، أنا مشكلتي مع اللي عنده بلاوي متلتلة على قلبه متعوض. ده مشكلته، مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دخلت الجنة يوم القيامة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأهل الجد محبوسون. أهل الجد يعني الناس اللي عندهم المليارات. ليه عمالين يقولوا وديت فين وصرفت فين وجبت منين، وديت الأستاذة سارة حقها ولا لا، وديت إبراهيم حقه ولا لا، وديت فلان وجبتهم من حلال ولا من حرام، ولما جبتهم من حلال وديتهم في حلال ولا وديتهم في يا نهار أبيض. فدي المشكلة الحقيقية. أما جماعة اللي هم المبتلين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنهم وأن يرزقنا وإياهم ما يرضي الله تبارك وتعالى، صبرا جميلا أو شكرا جزيلا إن شاء الله تعالى. هو أنا لي إيه عند ربنا؟ تعالى بس كده أنا وإنت كده بالأدب كده، وأنا لي إيه عند ربنا؟ هو قبل ما يجيبني من العدم، وأنا كنت قلت له يا رب اعمل لي عين كذا واعمل لي مناخير كذا واعمل لي 10 صوابع إيه ده؟ وأنا كنت قلت له اعمل لي كليتين ولا يديني مش عارف إيه حاسة الذوق وحاسة اللمس يا نهار أبيض. ده اداني مليارات المليارات من النعمة التي لا تعد ولا تحصى ولم أسأله، ثم علمني أن أسأله ما أحب وما تشتهيه نفسي وما أريده. فما لياش حاجة عنده عشان لما ياخد حاجة أو يختبرني في حاجة أقول له اديني غير. تمام، ده المبدأ أصلا. طبعا طب ما هي دي مشكلتي، أنا ما خلفتش ولد، أنا ما خلفتش غير واحد، أنا ما مش عارف، أنا ما اتجوزتش، أنا ما تعينتش، أنا ما إيه حيلك. أنت بتتخانق مع مين؟ بتتخانق مع اللي ظلمك؟ ماشي حقك، تعال نشوفه مين هو، أبوك ولا عمك ولا خالك ولا خالتك، ونقول له يا عم في ربنا وفي دنيا وفي آخرة وفي حساب وفي جنة وفي نار. لكن بعضنا وصل المشكلة لربنا، حاسب ده دي ممكن توصلك للكفر، ممكن توصلك للنار وبئس المصير. ليه؟ عشان بتقل أدبك عليه، تنكر نعمه، ادالك المليارات المليارات من النعم وانت جاي تحاسبه على مش عارف ايه. بس هو ربنا أوجد فينا الاحتياج برضو يا دكتور إبراهيم، يعني جميل. فبيبقى عندنا الوجع ده، ما هو برضو اللي أوجده ربنا. جميل. ان انت حاسس بفقد معين. رائع جدا، أوجد الاحتياج عشان آسف واستغفر الله، عشان اقل ادبي على ربنا ولا عشان الجأ له اكتر؟ الطبيعي اللي بين الولد الصغير وامه لما اي حاجه بتفزعه يروح مرمي في حضن امه، ده صحيح؟
ولله المثل الأعلى، هو الأرحم وهو الأحن وهو المنان جل جلاله على عباده أجمعين. فالطبيعي أنك ترجع له شاكرا أو ترجع له صابرا أو ترجع له داعيا أو ترجع له راغبا فيما عنده تبارك وتعالى، لا محاسبا. ربنا يقول إن الله اشترى. ينفع أشتري من الأستاذة سارة الخاتم ولا ساعة اللي في إيدها يعني أخده كده عنوة؟ ما ينفعش أخده عنوة صح؟ لكن اتفضل. الله يسعدك، ربنا يبارك لك. لكن شراء، انا هشتري يبقى ده ملكك صح. طب انا ما املكش حاجه، ده اللي عندي هو اللي اداهولي، ومع ذلك يتكرم علي ويتفضل علي فيما اعطاه لي، ويقول ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم. يا ربي ده هو مش مالنا اساسا. لذلك اهل العلم والمعرفه يقول لك المال مال الله، المال ماله. كان ابن عباس يقول أنفس هو خالقها، واحدة. اثنين، وأموال هو رازقها، ثم يثيب عليها الجنة لما نقدم بعضها كزكاة أو كصدقة أو بنعاون يتيم فقير مسكين، بنبني مستشفى، بنبني مصنع، بنبني بنعمل بنطور بلدنا، بنبني بلدنا، يقوم يقبل منا هذا ويدينا الجنة. قول بخن بخن، ايه ايه ابن ادم، ايه الخير اللي فيه ابن ادم ده؟ يعني حضرتك تقصد من البدايه فكره التملك دي مفروض نغيرها ونفهم ان هي مش حقيقيه. ده انا مستخلف اني جاعل في الارض خليفه. انت مستخلف. يعني الايه العجيبه اللي حضرتك قلتيها في المقدمه، عسى ربكم ان يهلك عدوكم، طيب دي واحده، ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. هتعملوا ايه لما يديكم العرش، ولا يديكم البيت، ولا يديكم الغيط، ولا يديكم الصحه، ولا كلها يديكم اختبارات. طبعا. طب في نقطه حضرتك قلتها يا دكتور ابراهيم، فكره ان احنا في النهايه اكيد لا نملك شيء. نعم، دي خلاص، دي ملكا حقيقيا كاملا بالضبط. وبدليل انه بتاخد منك صح. او بتتاخد انت منه. بس حضرتك اكدت على فكره ان احنا نطلب بادب. نعم. ولا اصلا فكره الطلب ده في حد ذاته مش من حقنا؟ لا، ده هو اللي قال اطلب. بس قال لما تطلب سيبني انا اللي عالجك. انا بروح للدكتور سنان بقول له انا عايز احشي، يقول لي لا هتحشي ايه، خلاص شكرا، انا لازم اتقلع. لو خالفت ده كلام المتخصص باخد على دماغي وبصرف قد كده، وبقى انا هو اللي بيضيع. ده مخلوق، فما بالك برب العالمين. هو بيقول لك واسألوا الله من فضله، مفتوحه، قول له عايز ابقى يعني سلطان العالمين، عايز ابقى عندي مليارات المليارات، عايز ابقى صحتي دي يعني حديد. طب ليه الانسان بيطلب ويعوز وهو مش مالك حاجه؟ تاني كده، يعني حضرتك قلت احنا لا نملك شيء. نعم، وكله بتاع ربنا. طب ليه بقى اصلا عندنا يعني ايه الملكه ان احنا نطلب ونعوز ونحس ان احنا ناقصنا عوض؟ ده شيء طبيعي، لان انت ضعيف الى الله. الهي اني ضعيف في قوتي، ضعيف في قوتي، فكيف بي في ضعفي؟ الهي اني جهول في علمي، فكيف بي في جهلي؟ وهكذا، إلهي إني عاجز في قدرتي، فكيف بي في عجزي؟ لا، المواضيع أنا بقدر ما عندي من النقائص بقدر حاجتي إلى من عنده الكمالات لا تنتهي تبارك وتعالى. فعلمني أدعو، لكن قال لي سيبني أنا أختار لك إيه اللي ينفع. أنت عايز فلانة بنت فلانة دي تتجوزها، لو خدتها حتنشفك. فسيبني انا اختار لك. ولذلك النبي علمنا في دعاء الاستخاره، اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلان خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبه امري، او قال وعاجلي، فاقدره لي ويسره لي وما تسيبهوش كده، وبارك لي فيه. طب ولو كان العكس، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به، انك على كل شيء قدير. فانت بتدعي في منتهى التسليم، انت عايز. في مرة واحد صاحبي، هو دلوقتي ما شاء الله دكتوراه في بريطانيا، بيقول لي حد صاحبي بيقول لي يا مولانا أنا بغش في الدعاء. قال له إزاي يعني؟ قال له قول يا رب أنا عايز أتجوز فلانة دي وخليها كويسة. طب وده مقبول بقى إن إحنا نعمل؟ نعم، من باب الدعاء. ولا إحنا كده نشترط على ربنا حاجة بعينها؟ من باب الدعاء، اتفضل قول براحتك.
بس خلي بالك لما تعمل الاستخارة حاجة ولما تمشي في دي من غير استخارة حاجة تانية. انت دعيت قد يقبل الله الدعاء وقد لا يقبله، بمعنى يحققه بذاته او يحقق لك غيره. يبقى ليه صور تانية. واحنا اتكلمنا عن وهم الدعاء الاسبوع اللي فات، هنتكلم بالتفصيل عن اتصال ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن ازيك؟ أنا السلام عليكم، ازيك يا أستاذة سارة؟ الحمد لله، أهلا بحضرتك. عاملة إيه؟ الحمد لله. أستسمحك بس اسمعينا من التليفون؟ من التليفون يا دي. نعم. طيب اتفضل. بس أنا يعني أنا حكايتي طويلة شوية بس أنا أقولها باختصار. اتفضل. أنا عندي كان جوزي يعني جوزة من 20 سنة، فعندي حماتي كانت طول تقول له إيه طالما واحدة اتجوزت خلاص ما يصلح بيت أبوها تنساهم ترمي من ورا ظهرها بابه اتقفل وتغير عفتها الجديدة وكده. سمعيني حضرتك؟ سمع حضرتك. فأنا دلوقتي تقطعي أهلك. فأنا دلوقتي حماتي ماتت لها 10 سنين وهو عايش على الكلام دلوقتي. إنك تفضلي مقطعة أهلك؟ ما رضيش يتغير، يقول لي قطعيهم أنا أبقى كويس معاكي، مش هتقطعيهم أنا. إيه سبب القطيعة؟ يعني ليه طلبوا منك كده يا أم عبد الرحمن؟ نعم. إيه ليه طلبوا منك أصلاً تقطعي أهلك؟ إيه السبب؟ عشان مجرد اتجوزتي؟ هي ايوه يعني طالما الواحده اتجوزت خلاص ما هصالح بيهم، ده باب ده اتقفلت من حياتها. هي كلامها كان كده معاه زمان. وبعدين يا مرحبا اتفضل. هو دلوقتي عايش على الكلام ده، عايز ينفذهم. ده من 10 سنين يعني. انت بتقولي كده مكمله 10 سنين كمان بعد وفاه حماتك؟ ايوه والله 20 سنه دلوقتي، ليه 20 سنه متجوزاه وما تعرفيش حاجه عن اهلكم قطعاهم؟ معايا 3 اولاد، يقول لي قطعيهم انا ابقى كويس معاكي، هتروحي وتتصلي بيهم وتروحي لهم ويجوا لك وتروحي لهم. هو بيقطعني بالشهر والاثنين، لا اكل ولا كلام ولا طلوع ولا حاجه ابدا. لا قوه الا بالله. طب ما يصرفش في البيت، معايا ولدي الكبير يعني شغال برضه يعني حاجه بسيطه كده وهنا وهنا، سايبني لولدي، ولدي يصرف ويديني. ما هو سالتها في اسباب، قالت ما فيش اسباب غير انها مجرد اتجوزت. طيب انا عايزه اسالك سؤال يا ام عبد الرحمن، انت ايه يعني ايه اللي خلاكي تسالي دلوقتي؟ يعني السؤال ده المفروض من 20 سنه ومن 10 سنين بعد وفاتها. قلت هو متعلم ومخه متفتح، انا هي ست كبيره. ايوه بس هي ماتت من 10 سنين، انت كل ده ما حاولتيش او سالتي او عملتي اي محاولات انك تغيري الوضع؟ حاولت كتير، قال لي انت لو ولعتي لي في وضعك ال 10 سنه انا برضو زي ما انا مش هتغير. طيب يا ام عبد الرحمن شكرا ليكي، سؤالك وصل. مقاسي والله الواحد. لما حاولت قال لها ايه الكلمه الاخيره؟ قال لها لا ده هو ده قراره وهو ده ان شاء الله لو ولعتي لي صوابعك العشره عشان مش هتغير، ولو ما لو رجعت تكلمهم او حاجه بيمنع عنها الاكل والشرب. طبعا هذا ظلم فظيع يعني وظلم بشع، الظلم يعني كله بشع. الواحد بيحس فيه يعني ابداع في الظلم يعني. الواحد كل مدى ما بيسمع حالات حالات عجيبه قوي. ليه أنا الحكمة؟ لو سالت هذا الزوج يعني لو بنتك اتجوزت هتقبل ان جوزها يعمل معاها كده؟ يا ريت يكون سمعنا يا رب. لو بنتك اتجوزت هتقبل يحصل معاها كده ويمنعوها عنك ولا تجيلك ولا تشوفك؟ ايه هو ده؟ ده الناس علمونا في الاسلام ان بر الزوج باهل زوجته يزيد في محبه زوجته له. لما اروح لحماتي واروح لحمايا وبرهم وابقى مؤدب معاهم، يعني مراتي لو كانت بتكرهني هتحبني، لو كانت بتحبني هتتجنن بيا، لان هي هتفخر بهذا وبهذا التواصل بهذا الادب بهذا البر بهم. لكن لما تعمل قطيعه ما هي من جواها انت قهرتها عشان وعشان وعشان، بس خلي بالك هناك الواحد القهار. يوما ما سينتهي فيك هذا الظلم باي طريقه، ولو انتهت الدنيا ولم تأخذ عقابك، أمال الإيمان عملوه ليه؟ ما هو في آخرة ليه؟ ما هو الآخرة عشان كده. الدنيا أبدا لم تكن ميزانا للعدالة أبدا. صح. الميزان ميزان العدالة ده في الآخرة، عشان كده هو عمل الميزان، قال لك لو مش عايز تخسر ميزان الآخرة اعدل ميزان الدنيا. طب السؤال المهم دلوقتي، هي احنا يعني قلنا قبل كده ان طاعة الزوج
اللي هي في حدود انها ما تبقاش عدم في عدم طاعه ربنا. نعم. هي انها مقطعه في اللي مخلوق في معصيه الخالق. طب هي بقى لها 20 سنه مقطعه اهلها، هي وضعها ايه دلوقتي بعيدا عن الزوج؟ لا شك ان هي عليها نوع من الذنب، لانها كان لازم تسال وتجيب المشايخ وتجيب عمد العيله، كبارات العيله، وعمه وابوه خاله بنته خالته، اي حد يتسلطوا على الزوج ده عشان يوقف هذا الظلم الواقع عليها. لو كانت مقهوره وليست بيدها اسباب فهي معذوره، لكن لو هناك اسباب، يعني انا ممكن اتواصل مع ابويا بتليفون، ممكن اتواصل معاه بجواب، ممكن اتواصل معاه برسائل ساعتها، يعني هو عشان بيمنع عنها بتقول الاكل والشرب لو تواصلت، هل ساعتها انها تتواصل من ورا زوجها؟ هو احنا مش هنقدر نجاوب على كل اسئلتها، لكن هنقول توزن الموازين، ايه لا ضرر ولا ضرار. يعني انا لو تواصلت هيتخرب البيت، العيال هيتشردوا، طب انا هصبر وابعت لابويا وامي يصبروا في 1 2 3 4 وانا مش قادره استسمحهم؟ اكيد قلب الام والاب هيسمح، لكن مش معنى كذا كده ان هو هيسامح الزوج ده ابدا. طيب لا، ده انت هتتعاقب، هتتعاقب. السؤال اللي عايزه اعرفه في حكم الشرع هنا، لو واحده في حالتها دي وفي النهايه ان هي سمعت كلام زوجها علشان خاطر مقهوره او عشان ما يمنعش عنها الاجهال، دي نوع من انواع السلبيه اللي تحاسب عليها؟ لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما احنا قلنا لو وزنت ان العيله هتشردوا. كما قالت العربيه الاصيله الصحابيه الجليله، ان ضممتهم اليه ضاعوا وان ضممتهم الي لخط العيال عندي جاعوا، انا مش هقدر اكلهم، ولو راحوا عنده هيضيعهم، مش هيعرف ربيهم زي ما انا ايه زي ما انا هربيهم. فشوف المفارقه. عشان كده بنقول لكل محاكم الاسره، لكل لجان المراه، لكل من تعنيه الاسره المصريه او العربيه او الاسلاميه او الانسانيه او حتى الحيوانيه، والله العظيم لا تفرقوا بين الاسر، لا تفرقوا بين الاباء والابناء ولا بين الازواج. ربنا بيقول والصلح خير، خير مهما تعمل وحتاخد مش عارف ايه وايه وايه وايه. والله الواحد بيمر بامور فيها مآسي، فاذا كانت مقهوره مغلوبه على امرها ارجو الله الا يؤاخذها بذلك، لكنها لن تعدم سببا تتواصل به مع اهلها. لازم تاخدي بكل الاسباب اللي نعم. تقدري عليها، وربنا نعم. مطلع على سعيك. نعم. وربنا يلطف بيك يا رب. معانا الاستاذه اسماء. استاذه اسماء اهلا وسهلا، هتسمعيني من التليفون بعد اذنك؟ الو ايوه حضرتك ممكن تسمعيني بالتليفون. ازيك يا استاذه ساره؟ اهلا بيكي، اتفضلي. ألو. عشان انا سامعه صوتي انا في التلفزيون. خلاص ماشي، فتسمعيني بالتليفون بعد اذنك. ماشي، معلش بس انا اول مره اكلمك. براحتك خالص، اتفضلي بس عشان تسمعينا بوضوح. خلاص لو سمحت انا ممكن اسال الشيخ على حاجه؟ مع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا زعلانه من رمضان. زعلانه مع جوزك يعني؟ تمام. محاماتي زعقت لي وخدت مني العيال، والعيال ما ابوهم مش راضي يجيبهم لي اللي انا اشوفهم. يعني قدر كده دي 6 شهور والعيال صغيره، عند واحد عنده 5 سنين وبنت عندها 3. لا حول ولا. انت سبتي يعني بيت جوزك؟ سبتي البيت وقعد عند اهلك؟ ايوه. تمام. عشان كان بموقف ولا طردتي ولا هو طردك دكتور ابراهيم؟ لا ده حماتي هي اللي خنقت معايا ومشيته. هي اللي مشيتك ولا انت اللي مشيتي؟ لا هي اللي مشيته. ومفيش اي جديد من ساعتها؟ واخدين الولاد ومش عارفه تشوفيهم؟ ايوه. طب حاولتي تدخلي اطراف من العائلات او كده؟ لا بصراحه ابويا قال لي ما تتكلميش تاني ومش هروحك تاني. باباكي واخد موقف ان هو ادام هم عملوا كده فهو محدش يتدخل؟ ايوه. لا طبعا. طيب تمام يا اسماء، شكرا. لو سمحتي بس اتفضل. انا عايزه اعرف ده، وفي ناس كتير بقول لي انت يا صبرك ان انت ما شفتيش العيال اجلك 6 شهور، هو ده اسمه صبر ولا ما اعرفش ايه طيابه دي ولا ايه؟ يا حبيبتي حاضر، هنرد عليك يا اسماء. حاضر. للاسف ناس كتير مقهوره قوي ومش عارفين ياخدوا بالاسباب ايه. مش فاهمين الدنيا صعبه. السؤال الاخير ايه؟ ان هي بتقول ان كده صابره ولا انا كده سلبيه، يعني تقصد ان انا كده باخد بالاسباب ولا؟ واضح انها متابعه حضرتك وفي موضوع السلبيه ولا ايه؟ يعني هي بتقول فعلا انا كده عامله اللي عليا ولا انا كده صابره ولا ده اسمه ايه؟ بتقول طيابه. احنا على فكره هنعمل من حلقات الوهم وهم السذاجه او الطيبه، ان هي مفهومه غلط. فهي الفكره بتقول انا في انهي فيهم؟ هي دلوقتي واقعه ما بين، هي لا حول ليها ولا قوه، بس باباها قال لها مش هرجعها. طبعا لازم تحاول مع باباها، مع عمها، مع امها، مع خالها، خالتها، اختها، اي حد لازم يقنع الوالد، لان احيانا الناس بياخدها على كرامته. طيب كرامتك اهلا يا كرامتك، والعيال دي؟
لا يمكن يا جماعة، يا جماعة الخير، يا جماعة الإنسانية، لا يمكن يخرج الطفل سويا وهو مع أبيه فقط أو مع أمه فقط، لا يمكن. فلا بد وأن بتاع القانون، بتاع الدستور، بتاع الكتابة، بتاع القصة، بتاع الفيلم، بتاع التمثيلية، بتاع التنفيذ، بتاع البتاع، كله يحاول يجمع الأسرة. أنا بشوف آباء يبكون على أبنائي مش عارف يشوفهم. يعني إيه تقول لي يشوفهم ساعتين في الأسبوع؟ هو أنت جنسك إيه يا عم الحاج؟ أنا بصرف عليه دم قلبي وأشوفه ساعتين في الأسبوع؟ ولا ده الكفار في بلادهم قالك يروح يبات عند أبوه خميس وجمعة وسبت، ده الكفار. إحنا بلد مسلم، إحنا بلد له عراقة في الدين، إزاي تقول لي ده يتحرم أو دي تتحرم؟ يعني إيه تتحرم من أولادها من رمضان لغاية دلوقتي وفيهم طفل 5 سنين؟ طفل ده عايز حد يأكل، يشرب، يلبس، يحمي، كذا، يطبطب. الفترة دي ليه تحرمه من الأمومة في هذا السن اللي هو طبيعي محتاج له؟ طب الحل إيه؟ يعني هي نفسها حتى مش عارفة أنا كده أعمل إيه؟ يعني فعلا مواضيع محيرة. نعم. جدا. تسلك الأسباب. فإن سلكت الأسباب زي ما احنا بنقول أخوها، خالها، عمها، خالتها، هل تروح بنفسها لو محدش رضي يقف جنبها؟ لا، هو طبعا عشان هي عايشة عند أبوها فلازم الأمور يبقى فيها تسلسل. افرض رفض الأب 6 شهور، رافض، ما احنا هنشوف مين اللي هيقدر يأثر على الأب. افرض ما فيش. بص والله أصل هنا يعني أنا حاسة معاكي، والله معاكي معاكي، أنا مش هزهق معاكي. يعني اصل فعلا اصل هي كونها اتصلت بعد 6 شهور فهي بتحاول تسعى، وان كان على فكره اوعى يكون ضعفك لدرجه ان انا مش قادره اواجه بابا بقوه بادب، ولا ان انا قادره اواجه حد من عيلتي. يعني دي اعمليها بقوه من غير ما هي اكيد خايفه يتلوي دراعها برضه. انا مش هسميها اواجه بعد اذن حضرتك، هسميها وانا عارف قصدك ونيتك، لاني اعرف انك عاليه الادب يعني ما شاء الله. ربنا يبارك في حياتك يا دكتور. هنخليها انا هرمي المشكله عند بابا، انا هعرض مشكلتي على بابا، انا هستعطف بابا، انا هكلم بابا بكل ادب وبكل ذوق وبكل اولادي حته مني، لما يشوفني بعيط، لما يشوفني اكيد هيرق وهيحن، لانه هو اب برضه، ما هو جزء من الموضوع انه خايف عليها. أيوة. جزء من الموضوع انه هو مش عايز يحفظ كرامتها ومش عايزه تبقى راجعه كده، ولكن عايزين نقول له يا رب يكون سمعنا يا رب. عايزين نقول له الاب ده او الولي ده، ولي الامر، لازم بيفكر في كل التفاصيل، ما تفكرش في حته بس وتروح دايس على كل الدنيا دي. الاولاد دول بكره هيدعوا عليك لانك حرمتهم من امهم. مش انا، ما انت ما ساعدتش، بس انا ما اقدرش اسعى عشان كرامتي وهم اللي طردوها. لا، انا هجيب الكبير بتاعهم واقول له تعالى هنا، ازاي ده يحصل؟ تعالى فهمني. هم متجوزين مش ناس مثلا في الاول، ولا خطيب وخطيبه، ده بينهم اولاد وعشره عمر، فلازم كده كده الموضوع يتحل، ما ينفعش ان هو. اقول لك حاجه جميله، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في مره راح للسيده فاطمه فما لقاش جوزها اللي هو ابن عمها اللي هو سيدنا علي. علي بن ابي طالب. اين ابن عمك؟ ما قالش فين جوزك. ساب الزوجيه وراح يكلم على الايه، يعني زي ما تدخل مثلا على وتقول لها فين حبيبك، فين جوزك، لا فين حبيبك مثلا، او فين اللي بيصرف عليك، قول لها كلمه مش اين ابن عمك، قالت لقد غاضب، زعلان مني. ما كذبتش على بابا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فذهب بنفسه صلى الله عليه واله وسلم يبحث عنه، وجعل بعض الصحابه انظر لي اين علي، فجاءه فوجده في المسجد وسيدنا علي نايم على التراب في المسجد، فجعل يقول له قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب، أو يا أبا تراب. النبي هو اللي بيصالح جوز بنته على بنته، هو اللي رايح له. يا أباء، يا أباء الزوجات، يا أباء الأزواج، أرجوكم ما تضيعوش الجيل اللي جاي، لأنه هو اللي في دماغكم أنتوا مش في دماغهم. عايزين نهيئ لهم جوا طيبا وسعيدا اسريا، وبناخد بالاسباب اللي نقدر عليه. فانت حاولي باللي تقدري عليه. هي بس اخر جمله قالت انا كده صبره ولا انا كده؟ اكيد انت صبره، بس لو ما كنتيش بتعملي الاسباب يبقى مش صبره، يبقى مش صبر، يبقى دي الحته السلبيه اللي حضرتك بتعلميها لنا. لا والله، عشان بس ناخد بالاسباب ونسعى. عملتي اللي عليكي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اسعي واتكلمي مع باباكي، واتكلمي مع حد من عيلتك على قد ما تقدري. قدرت انها تتكلم حتى مع جوزها بينها وبينه، عرفت تلاقي سكة. ممتاز. كل ده إصلاح حتى. ممتاز. لو من وراء والدك في الموقف ده، فحاولي بقدر الإمكان، لأن في النهاية دول أولادك، وربنا يعمل لك الخير يا رب. آمين. هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم، مكملين في موضوعنا الوهم. لما نيجي الآية بتاعت فإن مع العسر يسرا، إيه المقصود بالعسر وإيه المقصود باليسر؟ العسر أي شيء يضايق الإنسان، مشكلة مش عايزة تتحل،
سواء نفسيه سواء عقليه سواء علميه سواء ماديه، مع صديق مع جار مع اب مع بنت مع الكون نفسه مع اللي هو عايزه في اهدافه، في مشكله ربنا بيقول له خلي بالك انا ما خلقتش المشكله بس، ده انا خلقت المشكله وخلقت لها حلول لا نهايه لها، مش حل واحد. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر هو نفسه، هو العسر ده هو نفسه يسرا اخر. فأهل العلم بيقولوا الألف واللام في العسر هنا والعسر هنا خليته واحد بس، يعني نفس المشكلة جعل الله معها يسرا يعني حلا، ويسرا آخر يعني حلا آخر. وأهل الاختصاص يقولوا دايما الموضوع مش حل واحد، لا ده مئات الحلول بتبقى للمشكلة. بس في بعض الناس مش عارف يعصر على المشكلة لأنه مش عايز يتنازل، مش عايز يتنازل، الزوج مش عايز يتنازل، الزوجة مش عايز يتنازل، الأب الحما الحما من هنا الحما من هنا، في حد في النص مش عارف ايه. طب ما انت مش عايز تنازل فانت مش شايف الحل، يعني كده كده اليسر بيبقى موجود لان ده اقرار من ربنا، ده شك احنا اللي مش بنشوف. ده بيقول لحضرتك معاه المشكلة لما حصلت معاها الحل. زي مثلا حد مثلا خد ملحق، طيب يستفيد ويذاكر ويرتعز ويذاكر ويقول لا برضو مش هذاكر، طب مش هذاكر مش هتنجح. فمش شايفين اليسر اللي هو العوض. ايوه يعني كده ربنا اقر ان بعد كل عسر او مع كل عسر في يسر اللي هو العوض اللي احنا بندور عليه طول الوقت، بس احنا مش عارفين نوصل له عشان جهلتنا عشان ضعفنا عشان في امراض جوانا. انا اروح للاستاذه ساره واتعلم عندها؟ لا مش ليه، اما تروح يا عم فيها ايه؟ قال يضيع العلم بين شيئين، بين الحياء والكبر. واحد متكبر مش ايه، انت مين انت قول لي انت مين، ابوك عيلتك خلت ايه يا عم؟ انا بتكلم في العلم، مال ابويا وعمتي وخالتي وي وي، ده سيدنا سليمان استفاد من هدهد واسلمت به مملكه كامله. او فكره كاملة. التنازل في كل حاجه والاصلاح دي بقت صعبه جدا، ان حد ياخد الخطوه الاولى او يبادر دي بتبقى ثقيله جدا، فكل دي عوارض بتعارض الكلمه اللي حضرتك قلتيها دي، ده قران. فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، يعني يقول لها طب خلاص انا هتنازل عن كذا، وهي تقول له لا خلاص وانا هتنازل عن كذا، لدرجه ان احيانا الزوجه ممكن تقول طيب خلاص انا ليا عندك مؤخر مثلا 10 قروش، طب ايه رايك انا هتنازل عن 5 عشان يصطلحوا. هو مثلا انت زعلانه مثلا مصروف 10 قروش، طب احنا هخليه 15. ما اجمل هذا التنازل، ما اجمل هذا التفاهم بين الاثنين، لا ده يعند وده يعند، العند بيخرب البيوت. فاذا احنا مش شايفين الحل ليه؟ عشان كسلنجيه. احنا بنكبر الايجو اللي هي الانا اللي جوانا قوي. نعم. فبتخلينا معتمدين على قوتنا احنا بقى والانا احنا، ومش بنشوف مش بنبصر باللي ربنا رايد. ده صحيح. عشان كده ربنا الناس ما امنوش بربنا ليه؟ قال في قلوبهم مرض. هو مش عايز يشوف ربنا، هو لما يسمع سيرة الدين والسلام عليه يخرب بيه. بتقول السلام عليه ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ما انت بتقول صباح الخير بنقول لك صباح النور، يعني اشمعنى لما اقول لك سلام عليكم بركبك 100 عفريت يعني؟ طيب فهو مش عايز حته ربنا، مش عايز حته الاسلام، مش عايز حته الدين، واحد تاني مش عايز حته الخير من اساسه. هو اتخلق ومتعته الشر، انه يوقع الاثنين دول في بعض، انه يخرب الدوله دي، انه يبوظ الاسره دي. احنا عندنا ثقافه بصفه عامه ان الدين اتحصر في العبادات وخلاص على كده، وان ده اللي بقى رجال الدين المشايخ الازهر، مش حاجه نستفيد منها ونتعامل بيها بقوانين ربنا. دي حلقه وده وهم من الاوهام، ده حقيقي فعلا ان الدين ما بيستخدم، مش بنستخدمه، هو مجرد شعارات واحاديث وقران وعبادات. من الحاجات اللي بتبقى برضو في اوهامنا فكره ان انا اكيد ادام حصل لي ابتلاء وخرجت منه لازم منتظر بعديها الحاجه الحلوه العوض. طب ما يمكن ما خلصش، هي دي بقى اللي عايزين نوضحها. لان يلاقي حد خلص ابتلاء دخل في ابتلاء تاني فيقولوا امال فين برضو العوض. يعني سيدنا ايوب مثلا ابتلي في جسده، ثم ابتلي في زوجته، ثم في اولاده جميعا ماتوا، سبحان الله ماتوا كلهم، ثم في امواله جميعا ماتوا كلهم، الزرع كله اتحرق يا نار، لا زوجه ولا بيت ولا عيال ولا وحتى الناس انصرف الناس. وكان لنا مع حد من اساتذتنا في كليه الدعوه زمان كان بيقول لنا يا اولاد انه سيدنا ايوب لم يبتلى في جسده بما نسمعه في القصص والدود ومش الدود، لا 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 لا، الله لا يبتلي الانبياء بهذه الامور التي تنفر الناس منهم، انما هو كان مرضا بين الجلد واللحم لا يرى لا يشعر به الا سيدنا ايوب نفسه، لكن خلاص هذا المرض اقعده فافقده الاسباب التي حوله، فقد المال والاولاد والزوجه وي وي، وبعدين ربنا راح جايب بقى العطاء بعد كده، اركض برجلك
هذا مغتسل بارد وشراب. طبعا ده اعجاز علمي تاني نتكلم في الميه البارده والناس اللي بيتعالجوا بقى في بالتل ده بعد 18 سنه. الله عليك مذاكره ما شاء الله. انا بخاف لما اقعد معاك. العفو يا دكتور ابراهيم والله. فأم ربنا يصلح له زوجته ويردها الى جمالها. واتيناه اهله ومثلهم معهم. لو كان عنده 10 اولاد ادينا له 20 ولد، لو كان عنده 5 ادينا له ايه ده يا رب. سبحانك يا رب. وامواله ورجعت له. فيا استاذ اللي عايز اتجرحت دلوقتي فعايز مكافأة، لا استنى ما يمكن الجرح هيطول شوية، ما يمكن هيجي جرح في الصباع الثاني. لا ما تحكمش على ربنا. انت بتوليت يبقى تصبر، نوح امتى يبقى تشكر. يبقى احنا ما بين صابر وما بين شاكر. والعلماء اتخانقوا مين الافضل، ايوه الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. انا بصراحة مع الغني الشاكر، ما تعبنا من الفجر، الله يفجر اللي فجرنا ويتعب اللي تعبنا، تعبنا من الفجر مش عايزين الفجر، عايزين الغنى يا عم. فبعضهم قال لا الفقير الصابر هو افضل، وانا مع الراي الاهل العلم الذي يقول الغني الشاكر. ما الاثنين زي بعض، ليه حد احسن من حد؟ لا الغني الشاكر سيكون انفع للامه، هيبني لي مصنع، هيفتح لي استوديو عشان يوصل لي رساله، هيربي لي اولادي. ثانيه واحده يا دكتور ابراهيم. نعم. هو اولا الرسول عليه الصلاه والسلام قال الايمان نصفين، نصف شكر ونصف صبر. جميل. فالنصفين من الايمان، من الايمان من الناحيه العقديه، لكن لما اجي من الناحيه العمليه من الانفع للدوله؟ لا انا اعترض مع دي بعد اذن جميل حضرتك. جميل هنتخانق. يعني ليه بقى؟ لان الفقير رسالته في الحياه انه يخدم بشكل معين. ممكن جميل. يكون الست اللي قاعده غلبانه بتبيع خضار في الارض دي، تعاملها بالبشاشة جميل. وصبرها جميل. بقت أنفع من حد غني بيشكر. جميل. هي أنفع لأمثالها أو أنفع لمن في درجتها، فهتديهم المثال في الصبر. أيوة. جميل. لكن الغني ده هيدي الاثنين، سيعطي للأغنياء مثالا في الشكر وللفقراء نفعا في الدنيا. من هذه الزاوية الغني الشاكر أفضل. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، سواء كان النفع معنويا زي ما حضرتك تفضلت في، لان بحس ان ربنا خالق لكل، اني جعل يعني ربنا جعل فينا الخليفه، فالخليفه اللي هو يطبق اسماء الله وصفاته ايا كان بقى. في صفات هتنفع الغني وفي صفات هتنفع الفقير، فالمهم ان كل واحد يبقى ليه رسالته. انا مع حضرتك، انا خايفة مش عايز انتصر لكلامي. لا والله ابدا، بس خايفه ان يتفهم من الكلام ده ان الفقير كانه ملوش رساله في الدنيا. خالص خالص. او مش خالص. نافع. والا احنا ما كناش قلنا ان هم هيدخلوا الجنه الاول. لكن من الذي ينفق على الجيوش؟ يبقى عندنا جيش قوي كده يعمل لنا كده صيت في العالم كده، ومحدش يقدر يقرب من ذره التراب في مصر. مش الفقير. الفقير ممكن يخدم في حته تانية برضه، ممكن يقدم طعام، ممكن يشتغل بعرق جبينه، ممكن أيوة. اصل ربنا في النهايه مش بيحكم بالنتائج، هو ربنا بيحكم بالسعي. فالمهم ان انت تسعى في منطقتك، بس طبعا يعني اللي حضرتك في منطقتك ده جميل جدا. أيوة. ولكن برضه هرجع للزاويه اللي انا بتكلم منها. مين انفع للامه؟ تمام. مين اكل الفقير ده؟ مين جاب له الجلبيه؟ مين صرف عليه؟ مين دخله العلاج؟ مين عمل له العمليه والا كان ضاع؟ اذا من هذه الزاويه، من زاويه نفع الاخرين، فالغني الشاكر اولى. ما احوجنا الى عبد الرحمن بن عوف؟ ما احوجنا الى عثمان بن عفان اسيادنا طبعا رضي الله عنهم؟ ما احوجنا لسيدنا ابو بكر اللي بيقول له انا ومالي وعيالي تحت رجليك يا رسول الله؟ احنا عايزين النموذج ده اللي يقول انا ومالي وعيالي تحتك، تحت رجليك يا مصر، انا ومالي وعيالي تحت رجلين هذا الشعب، لاخذه من الى ومن الى ومن الى حتى يكون اعرق شعب في العالم واعرق انسانيه في العالم. سيدنا عمر يمضي بين الناس فيرى رجلا يهوديا منحني ظهري يتسول، ايه ده انت بتعمل ايه؟ قال له انا ما عنديش. قال له لا انت لا جزية عليك، مش هتدفع حاجة. هو وامثاله يخرج لهم من بيت مال المسلمين راتب كل شهر. مش هو بس، هو وايه وامثاله. تمام. هذا هو نفع الغني الشاكر. فاحنا الفكره دلوقتي فكره ان العوض ليه اشكال مختلفه. جميل. العوض مش اللي هو نعم. الشكل اللي انا رسمه، فاحنا نعم. ما بنشترطش على ربنا، يعني مش ضاع مني جنيه ارجع لجنيه. بالزبط. لا في شكل تاني بالظبط، ضاع مني جنيه بس ربنا حافظ لي على عيني. ايوه بالظبط. ربنا اراد لي الفقر فانا خلاص هشكر في منطقتي او هصبر في منطقتي. الغني ربنا اراد لي المعطيات دي فانا هبذل في منطقتي. طيب في ايه بتقول امل الانسان ما تمنى. معنى الايه دي ايه المقصود بيها؟ هو الانسان ده فاكر نفسه ربنا ولا ايه؟ كل ما يشاور على حاجه ياخدها؟ لا يا حبيبي، انت بتسال والله سيجيبك بواحده من اربعه،
يعطيك نفس ما سألت أو يصرف عنك من البلاء بمثله. كان جاي عربية حدشدشك فربنا منعها بالدعاء اللي انت دعيته. انت قلت يا رب عايز 1,000,000 جنيه فربنا صرف عنك الحادثة اللي كنت هتصرف فيها 1,000,000 جنيه. يبقى ادالك، يبقى استجاب لك، ادعوني استجب، هيستجيب لا شك، بس هيديك الانفع ليك، يديك نفس ما طلبت، او يصرف عنك من البلاء بمثله، او يغفر لك من الذنوب بمثل دعائك، او يدخر لك قضاء دعوتك يوم القيامة. ويوم القيامة يتمنى كل داع أن لم يكن قد أجيب إلى دعوة دعاها في الدنيا لما يرى من حاجته لها في الآخرة. تمام، احنا فعلا اتكلمنا في وهم الدعاء، لان فكره الاستجابه احنا بنتوقع ان ربنا مش بيستجيب لنا، لا هو ربنا، لانه مربوط جدا بمساله العوض، فهو ربنا ادرى انت احتياجك ايه مش انت عايز ايه، دايما دي بناكد عليه. فدي معنى امن الانسان، امن الانسان ما تمنى، اللي هو مش كل حاجه تخطر كده على بالك. في قصة هو ده الخير الكهف في الراجل، ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه من سيدنا الخضر انه يقتل الولد الصغير. ليه؟ طب ما هو حد ما يتمناش ولد صغير، ولد صالح، ولا بالعكس، ده كان قتله بس بامر الله. اوعى تفكر تقول ده انا هقتل ابنك واديك 1,000,000 جنيه، انت كنت ده انت بتسمع عن عارف ده ربنا، انت مش ربنا. وقصه سيدنا خضر يقال ان هي المعنى المتجسد للقدر، فان ده القدر، ان ربنا ليه عشان يفهمنا احنا شويه معاني. ايوه، فاختار القدر الاصلح للجميع وليس عليه ذلك تبارك وتعالى، انما تفضل الله تبارك وتعالى بهذا، فكان خيرا للغلام انه يقتل في الصغر فيدخل الجنه، وخيرا للوالدين حتى لا يكبر هذا او يكبر هذا الولد فيرهق ابويه كفرا، مش حتى معصيه ولا تعبا في امور، لا ده كفرا كان هيكفرهم، فلا يموت دلوقتي يدخل الجنه وهم يبدلهما ربهما سبحانه وتعالى خيرا منه. هل هو ولد ولا إيمان ولا صحة ولا سعادة ولا قرآن يتلى ولا قيام ليل ولا الأنسب ليك ولا صاحب ولا زوج بنت مثلا، ما تعرفش ربنا هيجيبها لك فين، فما تطلبش من ربنا دي بعينها لأنه قد يكون فيها الشر. ما تعرف أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، لما دخلوا دماغهم في اختيار ربنا، ما هي دي بقى احنا بنطبقها في حياتنا، يعني أكيد بنطبقها، بنبقى عايزين نبدل حاجة بحاجة وإحنا مش مدركين، فدي مقصود بها إيه؟ ربنا يختار لكم المن والسلوى بشفائه وعطائه لهذا الجسد. وبعدين تقولوا له عايزين عسل وبصل، ومع ان العسل والعدس والبصل والحاجات دي بقى كويسة للجسم، بس ليس كالمن والسلوى. فطيب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا، يعني انزلوا مصرا، هنا مش مصر بتاعتنا، يعني مصرا بتنوين، يعني أي بلد بيتزرع فيها، أي بلد بيتزرع فيها اسمها مصر من الأمصار، يعني أو مصر يعني. تمام. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأل. بعدين لما فضلوا اختيارهم على اختيار ربنا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يبقى أنا ما أقدمش اختياري على اختيار ربنا. ربنا قال العدل ما قدمش الظلم، ربنا قال الحب ما قدمش البغض والحقد والحسد، ربنا قال التعاون على البر والتقوى ما قدمش التعاون على الإثم والعدوان. هتجني ده سواء في الدنيا أو في الآخرة. بعض الناس يقول لك لا يا عم، لو كان بيكرهنا ما كانش ادانا فلوس، ما كانش ادانا الصحة، ده أنا لو وديت واحد بوكس مش هياخد غيره. طيب ما هي الصحة دي بتدوم، في النهاية هتنزل في حفرة قد كده وهتترمي، كلها أوضاع مؤقتة مؤقتة، الله يفتح عليكم. فاللي عنده وضع مؤقت يا أستاذة سارة لا يمكن أن يسير مع هذا الوهم، إنما حيفوه. لا، ده الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي فترة 20 سنة 30 10 5 50 سنة، آخرك إيه يعني الفرود فينا زي ما النبي قال كده، يعني قال وقليل من يتجاوز 70. بس في النهاية أنت إيه رايح للإيه، للمتر في متر ده تحت الأرض يعني. فانظر ما خلفت وراءك، خلفت علما وعقيدة صحيحة، ولا ورثت عيالك نفس الوهم برضو. الناس دول مش ناس، إحنا بس. أيوه. طيب. في ناس قالوا ده إحنا بس اللي بتاعت ربنا، الباقي ده حاجة تانية. أيوه. طيب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أيوة. نتحكم إزاي في مشاعرنا؟ أن أنت ما تحبش حاجة وأنت فعلا نفسك فيها. جميل. إزاي التحكم في المشاعر دي ونحن نربط ده بالعوض؟ الحاجة دي اللي أنا حكمت فيها مشاعري ربنا سبحانه وتعالى شرعها، يعني أنا مثلا بحب أولادي، ربنا شرع الحب لأولادي. طب لا، ده أنت كده جميل، أنت ما قدمتش حاجة غلط،
فانت بتعمل حاجه صح ومش موهوب، ده انت عايش الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن احفاده ويقول والله اني لو احبهم تمام. اللهم احبهم، ما حدش قال لك لا. طيب تروح تحب حب غلط ينفع؟ طيب ده بيبقى واضح لما يبقى حلال وحرام. أيوة. لكن احيانا كتير الاختيارات ما بين حاجات كتيره حلال بس احنا مش قادرين نفهم ان فيها شر. هستعين بالاستخاره وبالاستشاره. استاذه ساره اكبر مني علما، اكبر مني سنا، اكبر مني خبره، هروح استشيرها. ابويا عمي خالي هروح استشير واشوف وادرس، وبعدين اقول يا رب انا توكلت على الله في هذا الماء، انا مش عارف يا رب فتكالي عليك، توكلت عليك، الى اخر ذلك بعد الدراسه وبعد الاستخاره، وامشي في هذا الطريق. أيوة. اعمل بعض الناس تاتيه رؤى، بعض الناس ياتي احساس، بعض الناس ياتي خاطر. ما ناخدش بالرؤى، لا هي مش ملزمه بالزبط. مش ملزمه، بس في واحد بالعقل باطن. في واحد مجرب. وأوحينا إلى أم موسى. أيوة. أم موسى عشان دي ساعات بنخطأ. وأوحى ربك إلى النحل. النحل احنا بس بنتكلم في ايه، ما يبقاش ده المقياس الاساسي، ان كتير جدا رابط ليس ملزما. صح. لان في بعض الناس يعمل استخاره، يعمل استخاره فيشوف رؤيه ان فلان ده من اهل النار. لا ده على راي سيدنا الشيخ محمد سليمان زمان قال له انت ورؤياك في النار. بالظبط. فهو ده مش المقياس. استغفر الله، ما قالش في النار يعني، قال له انت ورؤياك كده، كلمه كده صعبه يعني. تمام. فلا ما تلزمنيش رؤياك، انت شفت نفسيتك. انت شفت اللي في نفسك جوه. علامه الابن تيسير. ممكن بعض اهل العلم قال كده. تمام. بس برضو مش منضبطه. امال ايه طيب؟ لان ممكن يتيسر وما تبقاش حلو. ما هي مالهاش، الشرع ما حطلهاش حاجه معينه، بس انت هتمشي فيها من باب الاسباب، السعي والاسباب. بالظبط. وفي هنا ايه بحس تبين شر معين ارجع. يبقى انا هو ماشي على ضوء التوكل على الله. طب الطريق خير والدنيا خير ومش طمعي ومش جشعي، اكمل. وبحس دايما يا دكتور ابراهيم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. في الوقت المناسب ربنا هيوقف لك الحاجه المش خير، هيمنع قلبك، هيوقف قلب اللي قدامك، هيوقف المراكب السايره زي ما بنقول. فهتحس ان ربنا مش هيسيبك، اللي انت تبقى محتار يا رب انا مش عارف اشوف رؤيا ومش عارف ده اذن تيسير ولا لا. سلم الامور كده، هتلاقي فعلا بيحصل. طول ما انا دايما بسلم وبتوكل وبعمل الاسباب مش هيسيبني. صح. طيب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان الله. الايه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه وعسى ان تكرهوا شيئا، جت فين؟ جت في القتال. ايوه. في بعض الناس يعني يموت ويتنطط ويركبوا مليون عفريت لما نتكلم عن القتال في الاسلام. يا حبيبي احنا مش بنتكلم على القتل، انت البعيد ما انتش فاهم. أيوة. سواء كنت مسلم او غير مسلم، سواء كنت معانا في مصر ولا مش، انت مش فاهم. القتال شرع في الاسلام علشان في ناس اعتدوا علينا. ما تقوليش واحد يعتدي علينا وتقعد تقول السماحه والعفو لا معلش ده. أيوة. يعني ده كلام السلبيه دي مفهومه غلط. يعني اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، اذن لهم في الجهاد ان يدافعوا عن انفسهم. أيوة. لكن المغرض والملحد والكافر والزيول بتاعتهم في مصر يهاجم، لا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا. ده في ناس بتموت في القتال، بتموت في الجهاد، يعني من حب الجهاد يعني. قال لا، ما هو بيخاطب فئة معينة اللي هم القتال يعني شديد عليهم. فربنا بيطبطب عليهم إن صح التعبير، يعني بيحن عليهم ويقول لهم أنا فاهمكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالظبط. وممكن انت تحب القعود في البيت وما تبص تلاقيها طربقت على دماغك، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لك والله يعلم وانتم لا تعلمون. خلاصه بقى، والله يعلم وانتم لا تعلمون. نعم. طيب لو عايزين باختصار نشرح او نوضح قبل الختام فكره العوض. الانسان اللي بيمر بابتلاءات وعايش في حياته، بيطلع من مشكله لابتلاء، كل شويه في احداث شكل، وبيقول فين بقى العوض؟ يتقال له ايه عن معنى العوض؟ شكله ايه العوض؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا فلنفسه. ومن اساء فعليه. لما اعمل حاجه وما يجينيش فيها العوض بتاعي، هدور انا غلطت في ايه؟ هل نيتي ما كانتش مظبوطه؟ هل توجهي ما كانش سليم؟ الاخلاص كان شويه وشويه يعني مثلا؟ او انا ما اتقنتش العمل ده؟ او ربنا ادخر لي هذا العطاء او هذا العوض في شيء اخر؟
مش لازم العوض زي ما احنا قلنا يبقى فلوس، مش لازم يبقى منصب، مش لازم يبقى كذا. يعني هو مين يقول في العالم ان ابن معاوية احسن من سيدنا؟ ما حصلش ولا هيحصل ولا حد هيعتقدها في العالم. تمام. حتى الضلالية اللي ماشيين في الموضوع. هو وقت البرنامج خلص للأسف. خلينا نقول القفلة ان ممكن يكون العوض هو قمته في الطمأنينة اللي هتحسها في قلبك بأي شكل وبأي معطيات اتوجدت عندك في الحياة. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور إبراهيم، ربنا يجازي حضرتك كل خير. شكرا جدا لحضرتك، وشوفكم بكرة على خير.